النشوى السكري. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا الأعزاء، مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، وأهلا وسهلا فيكم مع حلقة جديدة من طبابة. يسعدني أكون معكم أنا نشوى السكري لمدة ساعة على الهواء مباشرة من الآن وإلى الساعة 2 بعد الظهر، وموضوع طبي جديد وضيف جديد. يتجدد لقاءنا معكم أعزائنا المستمعين يوميا من الأحد إلى الخميس مع باقة من ضيوفنا المميزين من الأطباء والمتخصصين في المجالات الطبية المختلفة. يسعدنا أعزائي المستمعين نستقبل مشاركاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم على واتس البرنامج 055-66-89-001. أما موضوع حلقة اليوم أعزائي المستمعين فهو استمرار لسلسلة حلقاتنا اللي بتتزامن مع الحملة التوعوية لسرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر. حلقة اليوم هي إشراقة أمل للحديث عن التطور الكبير في العلاج واتباع طرق علاج جديدة تراعي حالة كل مريض وترتقي بمستوى فهمنا لطبيعة هذا المرض، مرض سرطان الثدي، لتبقى حياتك وردية وخالية من الأمراض لغد أجمل. وعشان تكون كمان رايتك وردية ورايتنا وردية وكل من يستمع إلى الحلقة اليوم تكون رايته وردية، فكلنا بنتكاتف مع بعض وبنتساعد علشان نوصل رسالة حلقة اليوم لكل مستمعينا مع ضيفنا اللي بيشرفنا في حلقتنا اليوم، الدكتور متعب الفهيدي استشاري أورام الثدي بمركز الأميرة نورة بالحرس الوطني، أستاذ مساعد ورئيس الجمعية السعودية للأورام. أرحب فيك دكتور متعب وأهلا وسهلا فيك، شرفتنا. أهلا وسهلا دكتورة نشوى، وأرحب فيك وأرحب بالمستمعين الكرام. الله يسلمك. طبعا دكتور بمننا في شهر أكتوبر وهو شهر سرطان الثدي والحملة التوعوية بأهمية الفحص المبكر لاكتشاف سرطان الثدي، طبعا العالم كله الآن متكاتف، بنوجه رسالة لكل امرأة، لكل رجل توجد في حياته أو في محيطه امرأة، ممكن تكون أم، زوجة، ابنة، أخت، يعني المسؤولية مشتركة، وكلنا جميعا كمجتمع بنسعى لتحقيق هذا الهدف وهو أسعي إلى الفحص الطبي والفحص المبكر للاكتشاف. نبدأ يا دكتور الآن علشان نحفز هذا الإحساس عند المرأة وعند اللي بيستمعوا لنا الآن، هل يا دكتور كل امرأة صحيحة متعافية ممكن تكون معرضة للإصابة بالسرطان؟ في البداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرحب فيك دكتورة نشوى وأرحب بالمستمعين الكرام. طبعا أي سيدة بغض النظر عن عوامل الخطورة من الممكن أن تكون معرضة للإصابة بسرطان الثدي. أثبتت الإحصائيات أن السيدات التي تعيش إلى تقريبا 70 إلى 80 سنة تصاب واحدة من كل 12 سيدة تصل لهذا العمر. فبالتالي وهذا ما نسميه بالأفريج ريسك أو معدل الخطورة العادي اللي ممكن يصيب أي سيدة. كما أن الرجال من الممكن أن يصابون بسرطان البروستاتا أثناء حياتهم التي ممكن تصل إلى 75 سنة، السيدات أيضا معرضات للإصابة بسرطان الثدي. الهدف من التوعية والحملة السنوية التي تقام في مختلف أنحاء العالم هي اكتشاف هذا الورم قبل أن يكون بشكل محسوس. هنا بحيث أن السيدة عندما تذهب إلى المراكز الصحية لعمل الماموغرام المسحي، وكلمة المسحي ضرورية جدا لأن فيها الماموغرام التشخيصي. الماموغرام المسحي يعني أن السيدة لا تشتكي من أي كتل، لا تشتكي من أي أعراض، لكن بما أن معدل الخطورة العادي هذا موجود عند السيدة فأنه يتطلب عليها عمل فحص الماموغرام سنويا ابتداء من سن 40. حضرتك قلت نقطة مهمة، قلت عوامل الخطورة أو عامل الخطورة الموجود، كيف أعرف أنه أنا معرضة لعوامل خطورة أو أنه أنا أحتاج إلى إجراء الماموغرام المسحي؟ عوامل الخطورة يتم قياسها بعدة عوامل. العامل الأول الأنثى، كونها أنثى فهي معرضة للإصابة بسرطان الثدي،
هذا لا يعني أن الرجال لا يمكن إصابتهم. تم تسجيل 47 حالة إصابة بين الرجال في سنة 2018، وهي آخر إحصائية صدرت من السجل السعودي للأورام. إذن الرجال من الممكن أن يصابوا، لكن بنسبة تمثل أقل من 1%. لكن نوع الجنس هذا يعتبر عامل خطورة. الحاجة الثانية تقدم العمر. كل ما ازداد عمر السيدة كل ما زادت احتمالية إصابتها بسرطان الثدي. لذلك عندما ذكرت في البداية أن أي سيدة يصل عمرها إلى 75، 1 من 12 من الممكن أن تصاب بسرطان الثدي. 1 من كل 12 وصلت لي إلى هذا العمر. جدا يعني نسبة التعرض أكبر بكثير من وهي في عمر 40. نعم. إحنا هنا بالنسبة للعمر، معدل متوسط العمر عند السيدات المصابات 51 سنة. فبالتالي وش يقصد في متوسط العمر؟ معناته 50% من السيدات المصابات أعمارهم 51، 25% أقل و 25% أكثر من 51. فبالتالي الإرشادات الطبية المحلية توصي بعمل الماموغرام تقريبا 11 سنة إلى 10 سنوات قبل متوسط العمر. تمام. فهنا من ناحية العمر. العامل الخطورة الثالث التغيرات الهرمونية. يقصد في التغيرات الهرمونية بداية الدورة الشهرية بسن مبكر قبل سن 12 سنة، انتهاء الدورة بسن متأخر بعد سن 55. المقصود فيه لما تكون عندي البداية تبدأ بشكل مبكر وتنتهي بشكل متأخر، معناته أن الثدي راح يتعرض إلى هرمونات بشكل أكبر أو أطول. عامل الخطورة الثاني عدم الحمل والإنجاب أو قلة الحمل والإنجاب إذا كان طفل أو أقل، طفلين أو أقل. هنا لأن نعرف أن الحمل نفسه، هرمون الحمل يسمى هرمون البروجسترون، يعتبر بروتكتف، واقي، حامي. فكل ما تتعدد عدد مرات الحمل تزيد معدل الحماية، لأنه يقل نسبة التعرض لهرمون الاستروجين. لو قلنا 9 شهور حمل والسيدة عندها 4 أطفال، 9 في 4 تتكلم عن 36، يعني تتكلم عن تقريبا 3 سنوات. بالتالي قلت 3 سنوات من التعرض لهرمون الاستروجين. العامل الآخر استخدام حبوب منع الحمل، وبالذات القديمة التي كانت فيها نسبة الاستروجين إلى البروجسترون مرتفعة، وبشكل مستمر وبدون استشارة طبيب. هذا لا يعني أن موانع الحمل الحديثة والتي يتم صرفها تحت استشارة طبيب النساء ضارة، ممكن تستخدم لفترات معينة. عامل من التغيرات الهرمونية الأخرى أيضا، بعض السيدات كما تعرفين الدكتورة نشوة عندما تنقطع عندها الدورة الشهرية تبدأ عندها أعراض انقطاع الدورة الشهرية، الهبات الحرارية، سن النضج، الهبات الحرارية، تغير الوزن، التعرق الليلي. فبعض السيدات ما تتحمل الأعراض هذه فتضطر أنها تأخذ هرمونات تعويضية. فاستخدام الهرمونات التعويضية بعد انقطاع الدورة الشهرية لفترات طويلة أيضا ممكن أو أحد عوامل الخطورة. أحسنتي. بعد التغيرات الهرمونية نجي للسمنة. السمنة تعتبر من عوامل الخطورة، وبالذات للسيدات بعد انقطاع الدورة الشهرية أو بعد سن النضج كما تفضلتي دكتورة نشوة. النشاط البدني، عدم مزاولة ممارسة الرياضة، أيضا أثبتت الدراسات أنه يعرض ويعتبر عامل خطورة بالنسبة لسرطان الثدي. التدخين له علاقة في الموضوع هذا يا دكتور؟ التدخين ما له علاقة. التدخين عادة سيئة تزيد أمراض وسرطانات أخرى مثل سرطان الرئة، سرطان الحلق والبلعوم وسرطانات أخرى، لكن ما فيه ارتباط وثيق بينه التدخين وبين سرطان الثدي. العامل الأخير أو ما قبل الأخير اللي هو الجيني.
أو نسميه السرطان الثدي الوراثي. هذا يمثل تقريبا 5-10% فقط، معناته 90% غير مرتبط بالوراثة. هنا في السابق كنا نستخدم هذا العامل للوقاية، إذا كان السيدة عندها اعتلالات جينية نعرف أن عندها استعداد جيني للإصابة بسرطان الثدي أو المبايض مستقبلا، لكن الآن مع توفر الأدوية تم اعتماد أدوية حديثة تعالج هذا النوع من سرطانات الثدي الوراثية اللي هي البارب انهيبيتور. دكتورة نشوى، ممتاز. يعني الآن يا دكتور، إضافة للماموغرام أو للماموغرام المسحي، صار في اختبارات ثانية اللي هو الاختبار الجيني اللي يمكن من خلاله معرفة إنه هذه المرأة قد تكون معرضة للإصابة مستقبلا بسرطان الثدي. أحسن، هذا اكتشاف استباقي قبل الإصابة. قبل الإصابة، نعم، لأنه استعداد جيني للمستقبل. استعداد جيني بناء على التاريخ الوراثي وبناء على تحليل معين للجينات الموجودة عندها. صحيح، ممتاز. الأدوية اللي موجودة حاليا بتبدأ تشتغل على الجينات هذه ولا إيش؟ يعني صراحة هذه معلومة مرة جديدة وتعطينا أمل إنه كل امرأة قد تكون معرضة لسرطان الثدي. صار الموضوع ما هو حتمي إنه أنا راح أصاب عشان أمي مصابة أو خالتي أو بنت عمي أو أيا كان من أفراد العائلة. هل نقدر في الحالة هذه بالفعل نمنع الإصابة إذا كانت بسبب الوراثة؟ نعم، إذا نمنع الإصابة إذا السيدة هنا بما أن عندها تاريخ عائلي، لنفترض أن أختها مصابة أو تم تشخيصها، بغض النظر عن التاريخ العائلي، تم تشخيصها بسن مبكر، أو تم تشخيصها بنوع من أنواع السرطانات ممكن نتكلم عنه في الحلقة، سرطان الثدي الثلاثي السلبية. عندما نعرف أن، لنفترض أن السيدة هذه لم تصاب، فقط عندها تاريخ عائلي، تمر على طبيب المركز الصحي، يأخذ رسم التاريخ العائلي، يحدد أنها فعلا بحاجة لعمل اختبار عن طريق تحليل الدم اللي هو فحص براكا 1 وبراكا 2. براكا 1 وبراكا 2 فحص جيني، تجي نتيجته لنفترض أن عندنا اعتلال جيني. أنا عندما أشوف السيدة هذه الآن هي غير مصابة لكن عندها اعتلال جيني، أجلس معها وأقول لنفترض أن عندها براكا 1، حقول لها أن وإيش الفرق بين براكا 1 وبراكا 2؟ على جينين مختلفين، واحد على جين رقم 13 وواحد على جين رقم 17، تم اكتشافهم 1993 و94 على التوالي. الجينين طبعا إيش فروقاتهم؟ براكا 1 غالبا يكون ثلاثي السلبية، براكا 2 ممكن يكون مستقبلة الاستروجين موجبة، براكا 1 عادة يكون في سن مبكر جدا، براكا 2 مبكر لكن أكبر من النوع الأول. عندما أجلس مع السيدة هذه أشرح لها أن عندها استعداد جيني للإصابة بسرطان الثدي بشكل مستقبلي، فبالتالي هنا ننصحها بعمل استئصال للثدي وإزالة جميع أنسجة الثدي في الجهتين، لأن عندها استعداد جيني للأسف للإصابة بسرطان الثدي. تعرفين الممثلة المشهورة أنجلينا جولي، طبعا بسن عمر تقريبا 48، بما أن عندها تاريخ عائلي، هي ما أصيبت بسرطان الثدي لكن عملت التحليل طلع عندها التحليل ذا، فبالتالي اضطرت أنها تزيل الثديين، يعملون يسمونها دبل ماستكتومي، إزالة الثديين، وطلعت على CNN سنة 2013 وفي الهيدلاينز، ويعني وزاد أخذت الخطوة الاستباقية علشان تمنع أن تتعرض للمخاطر مستقبلا، والاستئصال في النهاية. يعني هي كذا قالت استأصلهم بدون الإشعاعي والكيماوي والأدوية والمخاطر. نعم. هذه وبعد ما تكمل العائلة وتنجب وتصل لسن معين من 40-45، نتكلم عنها عن إزالة المبايض وقناة فالوبيان تيوب. يعني كل مكان أو كل عضو معرض للإصابة بيتم التعامل معه على حدة. نعم. عشان نمنع الإصابة مستقبلا. لازال عندنا أسئلة كثيرة جدا دكتور، هنكمل حوارنا وهنكمل أسئلتنا في حلقة اليوم من طبابة مع ضيفنا الدكتور متعب الفهيدي استشاري أورام الثدي، نتابع بعد الفاصل. طبابة مع نشوى السكري.
ورجعنا لكم مرة ثانية أعزائنا المستمعين وبرنامج طبابة مع ضيفنا ونجم حلقتنا اليوم الدكتور متعب الفهيدي استشاري أورام الثدي بمركز الأميرة نورة بالحرس الوطني، الأستاذ المساعد ورئيس الجمعية السعودية للأورام، وحلقة اليوم برعاية شركة روش. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. أهلا وسهلا دكتورة. دكتور، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن اختبار براكا 1، وحضرتك ذكرت أنه أصبح اختبار استباقي المرأة من خلاله بيعرف الدكتور أو المعالج أنه عندها استعداد للإصابة، وبالتالي بيتم استئصال الأعضاء المعرضة للإصابة بالسرطان. نكمل حوارنا دكتور ونكمل برضو بقية التحاليل الجينية هذه اللي حضرتك تكلمت عنها. أحسنتي. بالنسبة لنفترض الآن أن عندنا سيدة أصيبت بسرطان الثدي، وبما أنها لنفترض أنها صغيرة في السن، عملت الفحص الجيني وطلع عندها تلالات جينية في براكا 1 وبراكا 2. الآن في أدوية تستخدم لاستهداف هذه الاعتلالات الجينية، نستخدمها في المراحل المبكرة وأيضا نستخدمها في المراحل المتأخرة. فهذه تغنينا عن استخدام العلاج الكيماوي بالذات في المراحل المتأخرة. هل تغني عن اللجوء إلى الجراحة يا دكتور؟ لا للأسف. لكنها طبعا العلاج الكيماوي علاج له مضار كثيرة وله أثار جانبية، وإن كان دائما الدكتور أو الطبيب المعالج يعني العلاج حتى رغم أضراره فهو مهم، وأضراره أقل بكثير من الأضرار الناتجة عن الإصابة بالسرطان. لكن إحنا بنبقي على حياة الإنسان، الهدف أنه المرأة تعيش بصحة وعافية ما تتعرض لهذه التجربة، لأنه الإصابة في حد ذاتها بتأخذ مرحلة علاج طويلة وجلسات طويلة، وبتتعرض المرأة فيها لانتكاسات كثيرة من نواحي مختلفة برضو هنتكلم عنها. طيب جميل، هذا بالنسبة لبراكا 1. بالنسبة لبراكا 2 الفحص الجيني الثاني، نفس الكلام اللي ذكرته عن براكا 1 ينطبق تماما على براكا 2، اللي تختلف فيها نسب معدل الإصابة. براكا 1 يعتبر أكثر بالنسبة للثدي. نفس العلاج اللي يتم استخدامه في براكا 1 يتم استخدامه في براكا 2. الأدوية هذه اللي نستخدمها لاستهداف هذه الطفرات الجينية تستخدم عن طريق الفم، فبالتالي نستغني عن بعض العلاجات الكيماوية في المراحل المتأخرة، وتأثيرها ما بيكون زي تأثير العلاج الكيماوي. صحيح. يعني ما يسقط الشعر، ما تتساقط شعر الحواجب، الأشياء اللي بتتعرض لها المرأة من العلاج الكيماوي الإشعاعي طبعا ما بتلاقيها في هذا الدواء. نعم. ممتاز. بنسبة أقل بكثير. الحمد لله. بعد ما يتم تشخيص براكا 2 إنه المرأة عندها الاستعداد، بتأخذ العلاج هذا، وإيش بيصير بعدها يا دكتور؟ يعتمد على المرحلة. لنفترض أن عندي مرحلة رابعة، المرحلة الرابعة معناته أن الإنعام المتأخرة، معناته أن المرض انتشر إلى أماكن كثيرة. هنا راح تستخدم الأدوية ومثبطات بارب، تستخدمها باستمرار بما أنها جايبة مفعول والمريض يستجيب لها، ما هي مسببة له أي أثار جانبية، ممكن يستمر عليها المريض، فبالتالي نؤخر استخدام العلاج الكيماوي. ممتاز. في المراحل المبكرة عادة نستخدمها إذا أعطينا مثلا علاج كيماوي قبل الجراحة، ثم بعد الجراحة لما نفحص نسيج الثدي حصلنا فيه بواقي للخلايا الورمية، فبالتالي معناته أن العلاج الكيماوي ما قضى على الخلايا الورمية أو ما أذابها تماما. هنا نستخدم مثبطات البارب بعد الجراحة. الطريقة هذه بيّنت أن المثبطات هذه تقلل عودة المرض بمشيئة الله، تمنع تكاثر الخلايا السرطانية من جديد مثلا. أيوة. وبالتالي عودتها ويطيل مدة بقاء السيدة بمشيئة الله. يمكن بعض المستمعين اللي ما عاشوا التجربة، أحيانا الإنسان ما يشعر بمشاعر المصاب أو عائلته أو المصابة تحديدا، نحن بنتكلم عن سرطان الثدي عند المرأة، ويمكن ما يعرف قديش مهم أنه نلاقي بارقة أمل بسيطة، شيء أو دواء ممكن يطيل العمر. طبعا الأعمار بيد الله أولا وأخيرا، ولكن نحن نأخذ بالأسباب ونأخذ بالعلم أيضا، فقد يكون في دواء، الدواء هذا يطيل العمر مثلا أو يحسن من النتائج، يمكن يخلي المرأة
يعني بدل ما تتوفى بدري تتوفى مثلا يطيل عمرها 3 سنوات 4 سنوات أو يقلل من المخاطر فترة أطول. وبالتالي هذا الشعور يمكن ما يشعره غير اللي عاش التجربة قديش يبحث عنه لو يوم واحد زيادة عشان يعيش مع أحبابه ومع أقاربه. صحيح دكتورة نشوى. أنا أحب هنا أوجه لما نتكلم عن إطالة عمر الإنسان، نوعية الدراسات في الأورام تستخدم هذا النموذج. في المراحل المبكرة، وأقصد في كلمة المبكرة 1 2 3، هدف العلاج هو أن يكون ماضي بمشيئة الله. تم استئصاله، ممكن تحتاج علاجات مساعدة، سواء العلاج الكيماوي، سواء العلاج اللي تكلمت عنه قبل شوية، العلاج الإشعاعي، العلاج الهرموني لفترات معينة، وبعد ذلك نوقف العلاج، ثم الهدف منها خلاص بحيث أنه يكون ماضي تماما، شفي تماما. هذه في المراحل المبكرة. أهداف العلاج لنا كأطباء في المراحل المتأخرة أو المرحلة الرابعة هي السيطرة على المرض أطول فترة ممكنة، وبالتالي إطالة عمر المريض بأمريكا. الآن أقول لكم في للمستمعين واللي كي دكتورة نشوى، عمر المريضة في المراحل الرابعة يصل الآن إلى 5 سنوات مع الخط العلاجي الأول. ممتاز. طالت الفترة. في السابق قبل ما نستخدم العلاجات الكيماوية وقبل ما نستخدم الأدوية الحديثة، بدون علاج كيماوي المفروض المريض يجلس 6 شهور فقط. تخيل الآن 6 شهور، تقارنها بخط علاجي والأول تصل إلى 5 سنوات. ممتاز. فهذا المتوسط 5 سنوات. ممكن أكثر. وممكن أكثر. لما بعدها تستخدم لما المريضة أو الخلايا الورمية تبدأ تكون مناعة ضد الأدوية، ممكن أستخدم الخط العلاجي الثاني، ثم الخط العلاجي الثالث، وهكذا. ممتاز ممتاز دكتور. طبعا حنا في عصر الطب الشخصي الآن، فعلا حتى في المراحل، بما أننا الآن نتكلم عن المراحل المتأخرة، فيها الآن فحوصات ناخذ الورم ونعمل عليه التسلسل الجيني، أو نسميها Next Generation Sequencing، التسلسل الجيني. هنا يحدد لي الخلايا الورمية هذه تتغذى على إيش. يا سلام دكتور، هذا سؤال مهم كنت راح أسأله لحضرتك، تفضل. ثم بعدها طال عمرك دكتورة نشوى، لما أعرف أن الخلية تتغذى على أنواع معينة، نستخدم أدوية تستهدف المغذيات للخلايا الورمية، تنمي أو تكثر من تكاثر هذه الخلايا. أحسنتي. فبالتالي يكون فيه استجابة. مستقبلا جميع، في منظوري أنا وفي بعض الدول الأوروبية والأمريكية، يستخدمون النكست جينيريشن سيكوينسينج في المراحل الرابعة على الأقل بعد الخط العلاجي الثاني، علشان أعرف تتغذى على إيش، ليش قاوم الخط العلاجي الأول. لكن أتركه للخط العلاجي الثاني عشان أقدر أقيس ردة الفعل. ردة الفعل. أيوة. دكتور، يشاع إنه تناول السكر، الألبان، منتجات الحليب، بعض أنواع المغذيات أو الأكل العادي اللي إحنا ناكله، هذا من الأشياء اللي بتساعد في زيادة وانتشار ويعني زيادة أحجام أورام السرطانية. بعض الناس توقفوا عن السكر تماما والحليب ومنتجات الألبان وما إلى ذلك لفترات طويلة، لأنه ما يبغى يأخذ العلاج الكيماوي أو الإشعاعي، قال أنا راح أجوع الخلايا علشان إنه ما يكثر عندي أو ما ينتشر عندي المرض. هل هذا التصرف صحيح يا دكتور، وهل فعلا له نتائج؟ السؤال هذا طبعا شائع، دائما واجهه في العيادة. قبل بس ما أجاوب على سؤالك، بس بحط مقدمة للمستمعين الكرام والمستمعات الكرام، إن الخلايا في أجسامنا تتغذى على السكر. الغذاء المفضل للخلايا، ومنها خلايا الدماغ، خلايا القلب، جميع أنواع الخلايا تتغذى على السكر. أقدر أسميها المعلومة المغلوطة هذه، جت عندما تم اكتشاف البيت سكان. هذه أشعة تشبه الأشعة المقطعية، لكنها تستخدم الجلوكوز ككونتراست، مقارن، يعني يقارنوه من خلال الجلوكوز. نعم. بدل ما أعطي مثلا صبغة، الصبغة كأنها جلوكوز. فبالتالي الخلايا
اللي تتكاثر المفروض أنها تأخذ الجلوكوز، فبالتالي تبان على الصورة بشكل. فهنا جاء هل الخلايا الورمية تتغذى على السكر ولا لا؟ بينت الدراسات ما فيه ارتباط بين السكر والنمو الخلايا. علشان أكون محق، فيه الدراسة صغيرة جدا، مكونة تقريبا من 33-35 مريضة في نوع معين من أنواع السرطانات ثلاثية السلبية، بينت أنه ممكن يكون نوع من أنواع الصوم أثناء العلاج الكيماوي وقبله بيوم يعطي نتائج إيجابية، نتائج إيجابية ويزود الاستفادة من العلاج الكيماوي. لكن بعد العلاج الكيماوي في الدراسة هذه، طبعا الدراسة هذه صغيرة جدا ما تقدر تبني عليها إطلاقا ولا تقدر تعممها على الجميع، لكن بشكل عام ما فيه أي ارتباط بين السكر ونمو الخلايا الورمية. ممتاز. أقول حاجة دكتورة، أمس للأسف شفت في جاني على الواتساب عن الصبرة. وإحنا الآن بكل أمانة في الجمعية السعودية للأورام طلبت من زملائي أن ننشر بيان عن المعلومة هذه. كانت في سيدة أعتقد من المشاهير تعرض أن الصبرة هذه ممكن تعالج الورم، وأن والدتها ممكن تستخدمه وبعدين تعمل الفحوصات. إحنا أنا الآن لما تكلمت عن السكر ذكرت 33 و35 ودراسة وتحت أنظار العلماء، ومع ذلك ما عممت لأن العدد قليل جدا. فما بالك أنني بنعمم على تجارب شخصية. أنا أؤمن بالطب النبوي، وأؤمن وكلنا مؤمنين أن كل داء له دواء أكيد. لكن بكل أمانة تخيل أن مثلا ممكن أحد يسمع التغريدة هذه ولا يشوف يتوقف عن العلاج، يتوقف عن العلاج ولا يتأخر دكتور النشوة، ولا يتأخر ثم بعدها لا سمح الله لما ترجع ترجع المرض في مراحل متأخرة تتغير أهداف العلاج. فيعني رسالة مني بكل أمانة للمشاهير، يعني قبل ما تقول معلومة يعني شوف المصدر، تأكد من موثوقيتها، ارجع لطبيب مختص، تأكد من انه المعلومة بالفعل يعني حقيقية ومؤكدة ومعتمدة وفي عليها دراسات موثوقة، لانه انت ممكن بهذه الكلمة او بهذه التغريدة يعني تكون سبب في دمار حياة إنسان، ممكن تكون سبب في وفاة إنسان وتشتت أسرة بالكامل. مسؤولية كبيرة جدا، الكلمة مسؤولية. المشاهير اللي بيحاولوا أنهم يعني ينشروا معلومة قد تكون بحسن نية، ما نعرف الله أعلم، لكن رجاء المعلومات الخاصة بحياة الإنسان رجاء قبل عرضها أو نشرها الرجوع للأطباء، وأبواب الأطباء مفتوحة، مثل الدكتور متعب الفهيدي موجود وبيستقبل أي استفسار وأي استشارة وبيجاوب عليه، فرجاء تأكدوا قبل نشر أي معلومة. أنا بشكرك والله دكتور على أنه حضرتك أثرت هذه النقطة، لأنه فعلا الموضوع هذا مهم جدا. حلقتنا فيها يعني إشراقات أمل كثيرة اليوم، وحضرتك ذكرت لي موضوع مهم خاص بالجراحات التعويضية، مو معنى الإصابة بسرطان الثدي في مراحل متأخرة أو حتى استئصال الثدي أنه المرأة رح تفقد أنوثتها، لا، بالإمكان أن تحافظ على أنوثتها وتكون امرأة مكتملة. هنعرف هذه النقطة يا دكتور، ولكن بعد ما نطلع فاصل قصير نرجع بعده لمواصلة حوارنا. حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء، مستمعي ألف ألف إف إم الموجة السعودية وبرنامج طبابة، وضيفنا اليوم الدكتور متعب الفهيد استشاري أوراب الثدي بمركز الأميرة نورة بالحرس الوطني، والأستاذ المساعد ورئيس الجمعية السعودية للأورام. وحلقتنا اليوم تزامنا مع الحملة التوعوية لأهمية الفحص الطبي المبكر لسرطان الثدي برعاية شركة روش، وموضوع حلقتنا اليوم رايتك وردية، أو لكي تكون حياتك وردية وخالية من الأمراض لغد أجمل، وإشراق
أمل دائما بنحاول أنه نشرحها أو ننشرها من خلال برنامجنا طبابة، أنه الأمل دائما موجود في الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم في الأخذ بالأسباب والتوجه إلى المختصين واتباع الأساليب العلمية، وأيضا البحث دائما عن الجديد وتطوير الدراسات الطبية والعلاج الطبي. طبعا بنستقبل مشاركاتكم أعزائنا المستمعين على واتس البرنامج 0556689001، مرة ثانية 0556689001. حياك الله دكتور متعب من جديد. أهلا وسهلا دكتور. أنا دكتور اليوم ولأول مرة في معلومات جديدة نسمعها، في أمل جديد حضرتك يعني قاعد تعطينا إياه، حتى لو في مشاكل جينية، حتى لو في استعداد عند المرأة للإصابة بالسرطان، الحمد لله أصبحت الآن في علاجات موجودة ممكن تعالج هذه الاعتلالات الجينية، وفي تصرفات أو إجراءات استباقية. في نقطة حضرتك ذكرتها قبل الفاصل، كنت بتقول إنه لما بيتم العلاج على يعني وأخذ إجراء استباقي إنه يتم استئصال الثدي أو استئصال المناطق أو الأعضاء اللي ممكن يكون فيها إصابة بسرطان الثدي، وسألت حضرتك بعد الفاصل بعد الاستئصال هل ممكن تسترجع، قلت لي نعم بنحافظ على الجلد. يا ريت حضرتك تشرح هذه النقطة للمشاهد إلى المستمعين. نعم، بالنسبة للعمل لعمليات إزالة الثدي حتى لو كانت فيها اعتلالات جينية يتم إزالة نسيج الثدي، لكن يتم الاحتفاظ بالجلد ويتم الاحتفاظ أيضا بالحلمة. يقوم الجراح بمساعدة جراح الترميم بعمل الترميم المباشر أثناء إزالة الثدي. يعني في نفس الوقت يا دكتور؟ في نفس الوقت، يعني المرأة تطلع من غرفة العمليات هي راحة تستأصل الثدي، لكن تطلع ثدي موجود. نعم. تجميلي لكنه موجود وشكلها الخارجي كأنه طبيعي جدا. نعم طبعا في أنواع كثيرة، في أنواع السيليكون، في أنواع تتاخذ أنسجة من البطن، في أنواع من الظهر، فهذه مع جراح الترميم، لكن بالإمكان أنها تظهر بعد تعمل عملية إزالة الثدي وعملية الترميم في نفس الوقت. جميل دكتور، يمكن هذا الموضوع يهم المرأة بشكل عام يمكن أكثر من فقدان الحياة نفسها، إنه هي تعيش حياتها بأنوثتها بجمالها، تشعر إنها امرأة مكتملة. طيب دكتور، بالنسبة لتطور الدراسات الطبية وأهمية الدراسات الطبية في إنه بتعطيكم الفرصة إنكم تشخصوا وتقدروا تتعاملوا مع حالات أو مراحل المرض المختلفة. نعم طبعا. نعرف دكتورة نشوى أن الأدوية التي نستخدمها الآن تم دراستها في أوروبا وفي أمريكا، وبعد ما أثبتت فعاليتها وأصبحت هي الطب أو العلاج المثالي يتم استخدامها. كون أنها أصبحت يتم استخدامها كستاندرد أوف كير أو العلاج الأمثل أو العلاج المثالي، فهي تمت بدراسات طبية. الدراسات الطبية ما قبل السريرية معناته أنه تم استخدام هذه الأدوية والعقاقير قبل على أنسجة الثدي في المعامل، بعدها على بعض تجارب الحيوان، ثم بعدها راحت للدراسات السريرية على البشر. الدراسات على البشر فيها الدراسة الأولى أو المرحلة الأولى أو تسمى فيس 1، فيه المرحلة الثانية فيس 2، وفيها المرحلة الثالثة. فيس 1 الهدف منها معرفة الجرعة المناسبة وسمية العقاقير. فيس 2 تستخدم على السيدات أو الرجال الذين فقدوا الأمل مع العقاقير والأدوية المتاحة حاليا، لكن الدراسات بيّنت أنه ممكن يكون فعال وممكن يكون دواء مستقبلي فيستخدم في الدراسة الثانية. الدراسة الثالثة أو المرحلة الثالثة هذه تعتبر هي المرحلة النهائية الذي إذا أثبت نجاح العقار على البشر على مجموعة معينة من السيدات، مثلا إحنا اليوم نتكلم عن سرطان الثدي، يتم تأكيد نتيجة هذه الدراسة من خلال دراسة أخرى ثالثة، وبعدها يتم تطبيقها على الجميع. فإحنا الحمد لله والشكر في السنوات الأخيرة أصبحنا جزء من العالم، فبالتالي الدراسات ممكن تكون دراسة دولية موجودة في أوروبا، موجودة في أمريكا، المملكة العربية السعودية ولا الحمد تشارك فيها. فأنا من خلال منبركم بكل أمانة أشجع
السيدات للمشاركة في الدراسات الطبية، لأن الدراسات الطبية هي الجديد. وبعدين لما توصل للمرحلة الثالثة هذا معناته أن الدواء فعلا له مستقبل. درجة ما أقول لك أنه لازم يكون هو العلاج الأمثل، لكن له مستقبل. وفي النهاية إذا فعلا طلع له مستقبل تكون السيدة حصلت على الدواء هذا سن يعني بشكل مبكر. تخيل أن الدواء هذا قبل ما يصير له اعتماد في أوروبا ويجي للسعودية ويصير له اعتماد تعدي سنوات، ممكن تصل إلى سنتين إلى ثلاث سنوات. جميل. فإحنا الآن الحمد لله والشكر في دراسات طبية من الدرجة الثالثة، من المرحلة الثالثة، ما هي مرحلة المرض، من الدراسات الطبية من النوع الثالث هذا، وفيس 3 كلينيكال ترايل موجودة فقط لتشجيع السيدات للمشاركة فيها. طبعا احنا دائم في الدراسات الطبية نختار السيدات معينات تكون ما عندهم مشاكل صحية أخرى، وتكون المراقبة عليهم بشكل أوضح، يعني في فحوصات معينة، أشعات معينة على الوقت، لأنها في النهاية راح تعمم للعالم، فلازم تكون الأرقام واضحة وصريحة قبل نشرها. دكتور، بالنسبة للسيدات اللي حابينهم يشاركوا في هذه الدراسات، هل في معايير معينة لاختيارهم؟ حضرتك قلت تكون يعني صحيحة ومعافاة وما عندها أمراض ثانية. نعم. نعم، كل دراسة لها معايير ولها مؤهلات. مؤهلات مثلا عمر معين، مستوى معين، ما يكون عندها مثلا مرض السكري غير متحكم فيه، ما يكون عندها مشاكل في القلب، بحيث أنك تستخدم الدراسة هذه علشان تقدر تعممها بعد ظهور النتائج. لكن هي تكون امرأة صحيحة ما عندها حتى يعني بوادر سرطان؟ لا هي تكون مريضة بالسرطان. تكون مريضة عندها مرض أي نعم، لكن ما عندها أمراض أخرى مع الإصابة بالسرطان. أحسنت. نعم. جميل دكتور، يعني يمكن حضرتك هنا بنتكلم عن دور مريضات السرطان حتى وهي في مرحلة الإصابة، يمكن قد يكون هذا الابتلاء ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لها على صبرها، وقد يكون لها أجر كبير جدا في مشاركتها في هذه الدراسات، إنها من خلال مشاركتها يعني تظهر نتائج وتطوير في العمليات في العلاجات، وبالتالي قد تنقذ حياة إنسان آخر، وبالتالي إنقاذ حياة إنسان هذا أجر كبير جدا نسعى كلنا إنه إحنا نحصل عليه. أحسنت. أتفق معك، وبكل أمانة هذا اللي أنا أقوله للمرضاي، هذا يعتبر عمل صالح. يعني أنت الآن العلاج الأمثل وصلنا من ناس عملوا الدراسات في سنة 1970، يعني قبل 50 سنة بعضهم، وبعضهم قبل 30 سنة، وإحنا نستخدمها اليوم، أكيد له أجر اللي شارك في الدراسات. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس. سنتي. نعم دكتور. طيب دكتور، بالنسبة للعلاج يعني إحنا باعتبار أنه حلقتنا اليوم هي حلقة أمل، بنتكلم فيها عن التطور وعن قديش الطب تطور بشكل كبير جدا في علاج السرطان وفي تحسين حالة مريضات أو محاربات السرطان، حياتهم بشكل عام حتى أثناء فترة العلاج وقبل العلاج وما بعد التعافي. إلى أي مدى صار في تطور في العلاجات يا دكتور اللي بتسهل وبتساعد حياة المريضة حتى لو بعد الانتهاء والشفاء بإذن الله تعالى؟ في الحقيقة الآن إن هناك تطور هائل في وسائل العلاج المختلفة. نعم. على سبيل المثال، تم الآن في السعودية تسجيل أدوية مناعية لتعزيز الجهاز المناعي للقضاء على الخلايا الورمية. الآن نستخدمه في نوع من أنواع السرطان، سرطان ثلاثي السلبية. دكتور إيش يعني ثلاثي السلبية؟ ثلاثي السلبية معناته أن الخلايا الورمية هذه لا تعتمد على هرمون الاستروجين ولا هرمون البروجسترون ولا بروتين معين يسمى الهيرتو، بالعربي يسمى عامل النمو الجلدي البشري، يعني ما تستخدم هذه المسارات للتكاثر. طبعا المستقبلات أنا ممكن أشرحها بكل بساطة، المستقبلات زي الإريل اللي موجود على المنازل. أنت لما تشوف الإريل طبعا سابقا توجه تعرف إن العائلة هذه وانت ما تعرفهم إن عندهم تلفزيون ويشوفون قنوات غير القنوات صحيح السابقة الأولى والثانية اللي عندنا. فحنا الخلايا الورمية هذه إذا شفنا المستقبلات نعرف إنها تستخدم النوع هذا، فبما أن مستقبلات الاستروجين موجودة إذن تستخدم هرمون الاستروجين. إذن هذا النوع من السرطان بيعتمد على هرمون الاستروجين للتكاثر. ثلاثية السلبية مستقبلات الاستروجين ما هي موجودة فما يعتمد على هرمون الاستروجين. مستقبلات البروجسترون غير موجودة ما يعتمد على هرمون البروجسترون. ومستقبلات
بروتين معين يسمى الهيرتو ما هي موجود اللي هو العلاجات البيولوجية، فبالتالي نسميه ثلاثي السلبية. فغالبا نستخدم فقط العلاج الكيماوي. معناها انه هذه ثلاث اسباب ما لها دور، ما تستخدمها الخلية للتكاثر، فبالتالي نستخدم العلاج الهرموني العلاج الكيماوي للقضاء على الخلية بشكل عشوائي. نعم. الان تم تسجيل أدوية مناعية لتعزيز المناعة للقضاء على الخلايا الورمية هذه. ممتاز. بالإضافة للعلاج الكيماوي. ممتاز. وتقلل من مضاعفات ومخاطر العلاج الكيماوي. لأنه هي معاه بس عاد لها أثار جانبية معينة، بس إنها يعني بينت ما شاء الله تبارك الله إن فيه فوائد طبية. الشغلة الثانية الآن حتى العلاج الكيماوي نستخدمه زي ما قلت لك نستخدمه بشكل عشوائي، ممكن يقضي على الخلايا الورمية والخلايا غير الورمية. الآن نستخدم المستقبلات هذه اللي أنا ذكرتها زين، مثلا الهيرتو كمفتاح أو كباب للخلية الورمية. استهداف. أحسنتي، استهداف الخلية بحيث أن الخلية الكيماوي يدخل عليها بس على الخلية السرطانية، جوات الخلية الورمية هذه ويقضي عليها. أيوة. وممكن يأثر على الخلايا الورمية المجاورة. هذا خبر جميل يا دكتور. كانت من أكثر مشاكل علاجات الأورام أنه ما بتفرق بين الخلية الطبيعية الصحيحة وبين الخلية الورمية أو بعض الأنواع يعني. الآن صار يدخل الدواء سيلكتيف أو يختار الخلية اللي فيها الورم نفسها والخلية الورمية ويقضي عليها بدون ما يأثر على الخلايا الثانية. وبالتالي الأعراض الجانبية بتكون أقل بكثير من الأدوية السابقة. نعم، يسمى سمارت كيمو، الذكي، الدواء الكيمو الكيميائي الذكي. نعم. ممتاز يا دكتور، ممتاز. طيب دكتور، احنا حلقتنا مستمرة وعندنا أسئلة جاتنا من المستمعين فلازم طبعا نجاوب عليها. هنطلع فاصل قصير وأذكر مستمعينا بأنه بإمكانهم إرسال أرسلتهم لنا على واتس البرنامج 055-66-89-001. فاصل، نرجع بعد ونكمل حوارنا. فيكم من جديد مستمعينا الأعزاء مع برنامج طبابة، وضيف حلقتنا اليوم الدكتور متعب الفهيدي استشاري أورام الثدي. وقتنا اللي باقي صراحة يعني باقي وقت بسيط جدا، حتى مخرجة البرنامج قالت انتبهوا ما عاد عندكم وقت، فبعتذر من المستمعين اللي أرسلونا. هنحاول ناخذ الأسئلة يعني المهمة، ومعليش سامحونا إذا ما قدرنا نجاوب على كل أسئلتكم دكتور. طبعا الحوار مع حضرتك لا يمل، لكن احنا مضطرين ناخذ أسئلة المستمعين، وطبعا هذا شيء بيسعدنا انه احنا بنتواصل معاهم، وان شاء الله بنوعد مستمعينا انه يكون في حلقة اخرى استكمال لحلقة اليوم. سؤال يا دكتور من احدى المستمعات تقول اجريت الفحص بالماموغرام وظهر عندي تليفات بسيطة، هل انا معرضة للإصابة بالسرطان وايش المطلوب مني كوقاية؟ التليفات الحميدة ما تقلق، ما تقلق هي نعم، ولا تتحول، تعتبر اورام حميدة ما عندها القدرة على الانتشار للجسم. إذا ما كانت تتسبب شيء فقط تحتاج متابعة عن طريق عمل الأشعة الصوتية لمدة معينة وبعدها تترك. طيب سؤال آخر دكتور، الفحص بالماموغرام هل الهدف منه اكتشاف ما قبل الإصابة أم تشخيص وجود الورم؟ الجزء الأول هو الفكرة من العمل الماموغرام اكتشاف شغلات غير محسوسة للسيدة، فبالتالي السيدة ما تشكو من أي شيء إطلاقا، فقط بما أن عمرها 40 سنة لازم تروح تعمل الماموغرام بغض النظر عن أي شيء، ما تشتكي من أي شيء. لو كانت تشتكي من أي شيء هنا نسميها الماموغرام التشخيصي. الآن بشخص تشتكي من أي شيء، يمكن هذه الأعراض إحنا ما تكلمنا عن الأعراض اللي ممكن، لأنه إحنا ممكن ذكرناها في حلقات سابقة، وحضرتك اليوم موضوعنا كان أكثر عن الأمل يعني. صحيح. ما بنناقش اليوم الأعراض، إحنا بنناقش اليوم قديش تطور العلاج وقد إيش ممكن إنه يحسن من حياة المريضة في فترة العلاج وما بعد العلاج أيضا والتشافي بإذن الله. طيب في سؤال دكتور غريب جدا يقول لك هل في تأثير سلبي لأشعة الماموغرام على المرأة عند استخدامها بشكل سنوي؟ هل ممكن الأشعة نفسها تكون سبب في إصابتها بالسرطان؟ بنسبة قليلة جدا 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 لا تذكر، لا تذكر، لكن فوائده أكثر بكثير من هذه النسبة البسيطة. أيوة بس أنا أعرف أنه وقت ضيق. مرحلة صفر في السعودية 7%، صفر معناته الخلايا الورمية موجودة جوة الأنابيب الحليبية. في أمريكا نسبة 35 إلى 50%، شوف المقارنة، هذا كله فعل الماموغرام.
اوكي مرحله صفر احنا 7% فقط، قليله جدا. لا احنا الصفر نبغى نكثرها. نبغى نكثرها، نبغى نقلل 4 ونقلل المرحلة الثالثة ونكثر صفر. فهمت يا دكتور، يعني هي كل ما زادت هذه النسبة تكون أفضل، مش نعم أقل. نعم معناته إني اكتشفتها بشكل مبكر. اكتشفت بشكل مبكر، أيوة. طيب بعد العلاج هل يطلب من المرأة الاستمرار في المتابعة وإجراء الفحوصات مدى الحياة؟ عادة الخمس سنوات الأولى. وبعد كذا؟ وبعدها تعمل فحص الماموغرام سنويا فقط. تمام. طيب دكتور سؤال، هل يؤدي أخذ عينة من الثدي عند من كتلة، معليش السؤال، أكيد لانتشار المرض بالضبط ممكن تؤدي إلى حدوث انتشار لسرطان الثدي؟ لا طبعا. أيوه. لا طبعا. طبعا في أي مكان في العالم الخطة تبدأ من أخذ العينة. العينة تتاخذ بطريقة معينة ما تسمح بانتشار المرض. طيب دكتور، المرأة اللي تمت معالجتها من سرطان الثدي لكنها في مرحلة تحتاج فيها إلى هرمونات تعويضية، هل معنى كده أنها تمنع تماما من أخذ الهرمونات التعويضية؟ صار خطر عليها؟ أن نستخدم الهرمونات، نستخدم العلاج، طبعا الهرمونات التعويضية ما تستخدم. لكن إحنا نستخدم العلاج الهرموني، هو مسمى العلاج الهرموني لكنه اسم غلط، هو العلاج المضاد للهرمون. العلاج المضاد للهرمون، لو كانت الخلايا عندها مستقبلات الاستروجين تعتمد على هرمون الاستروجين، نستخدم علاج يقتل المستقبلات. أيوة، لأنه احنا ما نقدر نعطيها استروجين في الحالة هذه. أحسن، فهذا نسميه العلاج الهرموني مجازا، لكن التسمية غلط. طيب في سؤال يقول عدم الإحساس بالألم هل ينفي وجود السرطان؟ معروف أن السرطان في البداية بدون ألم، لكن ممكن بعد كده لو لا سمح الله وكبر الحجم وصار حجمه كبير وصار يأثر على أنسجة الجسم الداخلية، يضغط عليها، ذاك الوقت يسبب ألم. دكتور احنا بنشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا، الحقيقة يعني جدا جميلة وفيها معلومات جديدة وفيها أمل لكثير من النساء وكثير من محاربات السرطان. الإصابة بسرطان الثدي الآن لم تعد تعني نهاية الحياة، بفضل الله تعالى تطورت الدراسات وتطور العلاج وأصبحت فيه كمان علاجات وقائية تمنع الإصابة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور متعب الفهيدي، استشاري أورام الثدي مركز الأميرة نورة بالحرس الوطني، الأستاذ المساعد ورئيس الجمعية السعودية للأورام، شكرا لوجودك معنا في حلقة اليوم. ونعود مرة أخرى ونوجه رسالتنا لمستمعينا ومستمعاتنا الكرام، بادروا بإجراء الفحص الطبي المبكر لسرطان الثدي طالما وصلت سن 40، وانتهزي هذه الفرصة في شهر أكتوبر. الفحوصات مجانية فقط لمجرد أنه إحنا نبغى نطمن عليك عشان تكون رايتك وردية ورايتنا كمان وردية. إذن مستمعينا نترككم الآن في حفظ الله ورعايته، وتقبلوا تحياتي أنا نشوى السكري، نلقاكم في الغد بإذن الله في حلقة جديدة. في حفظ الله ورعايته.